الحالة العامة بتصير ببطل عندي هذا، بطل في عندي principal axis، ما حطيناش principal axis، بحيث انه الجسم هذا مش symmetrical حوالين واحد من البلينز هذول، مش symmetrical حوالين الاكس واي، مش symmetrical حوالين الواي زد، او مش symmetrical حوالين الاكس زد. فبالحالة هاي راح يصير عندي يطلع عندي اشي اسمه اي اكس واي. اي اكس واي مفهوم غريب، معناه اذا حطيت تورك على الاكس اكس اكسس بنشأ عندي تسارع حوالين الواي واي اكسس. اذا هذه معناها هاي ريبريزنتس ذا اكسلريشن اراوند the y-y axis that results from the torque applied around the x-x axis. Okay. يعني فكرة غريبة طبعا، يعني معناها لو عندي انا ديسك بلف والديسك هذا بلف عماله على سرعة معينة، جيت على هذا الديسك وحطيت عليه تورك، حطيت عليه تورك بحولين الاكس اكسس، يعني لو جينا حاول نرسم الديسك هون يمكن نشوف اذا بقدر نرسمه يبين معي. هلا انا راح اثبت الاكسس على الجسم ها، راح اثبت الزد البوزيتيف هون مثلا، خليني احط مثلا الواي الاكس البوزيتيف هون واحط مثلا الواي البوزيتيف هيك، هي هذا الرايت هاند سيستم، هذا عماله بلف بهذا الشكل. شوفوا شو راح اعمل اذا هذا السيستم مش سيمتريكال، مش سيمتريكال حوالين هذا الاكسس. اللي راح يصير لما بحط تورك على الاكس، شو يعني بحط تورك على الاكس؟ بوزيتيف تورك، بعمل هيك فكاني بدفشه من هون او بنفخ عليه من هون، او عمالي بحط عليه فورس، هاي اكس فورس عمالي بضغطها من هون، شو حطيت عليه؟ تورك هون. شو بصير فيه؟ بصير يتسارع باتجاه الواي. في فيديو راح افرجيكم اياه بتشوفوه، يعني لما ندفشه من هون ما بيتحرك هيك، بلا يتحرك هيك، فتسارع هيك بهذا الاتجاه. هذا الديسك اذا حطيت عليه فورس بهذاك الاتجاه راح يتسارع بهذا الاتجاه، فصار في عندي هذا بطل زيرو، هذا في الحاله هاي بطل يساوي زيرو، فصار في عندي في تاثير من تورك اذا حطيت. طبعا هذا كله بيعتمد على الديستريبيوشن تبع الجسم، حسب الديستريبيوشن تبع الجسم كيف هو موزع بقدر اشوف انه هذا الفاليو اللي موجود هون بيطلع مش زيرو بالحاله. اللي راح تلاحظوه كمان الشيء الثاني انه حسب التورك اللي بحطه راح نلاقي انه هذا بيكون معكوس في اتجاه العكس، عكس الاتجاه اللي احنا متوقعه. فاذا حطيت عليه فورس بهذا الاتجاه بلاقيه اتحرك بالاتجاه المعاكس من هون، هلا بتشوف اتحرك بالاتجاه المعاكس بعطيه بالنيجاتيف واي، فقيمه هذول عاده بتكون قيمتها نيجاتيف من هون. نفس الشيء اذا عندي اي، هلا اي واي اكس دائما بكون مساوي لاي اكس واي، بمعنى اذا انا طلعت قيمه اي واي اكس، هلا اي اكس واي السبسكريبت الاول عن مين عم بحكي؟ عن التورك. السبسكريبت الثاني عن مين عم بحكي؟ عن الاكسلريشن، لانه اذا طلعنا هون اي، هلا هذا من هون راح يصير اي اكس واي، وهذا راح يصير اي اكس زد، هذا راح يصير اي واي اكس، وهذا راح يصير اي واي واي زي ما هو، وهذا راح يصير اي واي زد، وهذا راح يكون عندي اي زد اكس، وهذا اي زد واي، وهذا اي زد زد. فمعناها هون صارت الحاله العامه اللي هذا فيش فيها زيرو، مش سيمتريكال، مش برنسبل اكسس، انه تاو اكس اكس بتساوي هذول الثلاثه مضروبين بهذول الثلاثه دول. فصار عندي هذا التورك اللي انا حطيته عماله بياثر على الاكس اكس وبيعمل تسارع حوالين الاكس اكس، عم بياثر على الواي واي في كروس برودكت بينهم، عم بياثر على الواي واي وبيعمل تسارع حوالين الواي واي، رغم انه هو الاكس التورك محطوط حوالين الاكس اكس وعماله بياثر على الاكسس الثالث اللي موجود هون. هذه دائما راح تشوفوا لما بيطلعوا معنا بيطلع هذول قيمهم، او بعطونا القيم السالبه منها بتطلع. نعم لازم على واحد ولا رسم صور.